هاي اليوم في صباح يوم 2/1 بضيافة ابو علي ومحمد جاسم ماخذيننا للبستان، بس انا ما ادري هسه ايش راح يسوون، ما ادري جايبيننا تشري ما ادري جاي بالله خلينا نشوف هاي التمن اللي جايبينا شنو هذا، شايلين الجدر مالتنا وبالبستان والاكل جاهز. هسه انا مشوق اريد اعرف شكو بالجدر، الجدر ايش بيه، الجدر قضيتنا اليوم. وهاي البستان الحلوة، وهاي انا هسه انا هاي التصوير كله تعلم ودي اعرف شكو بالجدر. قالوا مفاجأة يابا، قالوا راح تتفاجئ. طلي مسوين ما ادري ايش مسوين، طلي ما ادري يمكن مسوين طلي. يجيبون حسين انت تعرف شكو الجدر؟ بالله كريم مثلك هم مثلي. وهذا الجدير والتشريب الزيان يابا، يقولون تشريب بلك التشريب. انا مش شوق ارد اعرف شكو ايش اسمه يابا. انا راح افتح اليوم للجدير ايش فيه اشوفه. طيزي طلع معي المناوج، ضحكوا علينا هذا السافل وهذا السافل.